يسعد اوقاتكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج منوعات هلا. معي انا عرين كمال دقسي على قناه هلا. غلاء المعيشه بازدياد ملحوظ يوم بعد يوم، مصاريفنا عم تعلى والحاله الماديه كل مالها عم تتغير. كثير اشخاص اصبحوا يفكروا مرتين قبل ما يشتروا الغرض، وبالمقابل كثير اشخاص بيشتروا من غير وعي ولا ادراك، بيشتروا ليعوضوا على أنفسهم، وكأنه هذا الحل الأنسب للصعوبات والضغوطات اللي إحنا عايشينها. هذا الغلاء المعيشي عم يتواجد بجميع أنحاء العالم، دول عم تشعر فيه بشيء بسيط ودول أخرى بشيء كثير كبير، وطبعاً هذا ناتج عن التغييرات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية اللي عم بيمر فيها العالم بشكل عام. ولا أي شخص فينا بعرف شو مخبيله الظهر، لهيك من واجبنا اليوم نرفع وعينا للأمور الاقتصادية حتى نقدر نعيش بوفرة، وأيضا حتى نعرف نعلم الجيل الجديد هاي الأمور اللي على الأغلب ما علمونا إياها وما بعلموها بالمدرسة. فعشان نتحدث أكثر بتوسع عن هذا الموضوع، دعوني أرحب بضيفتنا أسماء مساروي نصيرات، مدققة حسابات ومستشارة مالية، حاصلة على لقب أول حسابات واقتصاد من جامعة تل أبيب ورخصة مدققة حسابات معتمدة، وهي سيدة أعمال بعدة مشاريع تجارية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا عزيزتي عريان، وأهلا في أعزائنا المشاهدين. أهلا فيك. أول شيء هيك قبل ما نبلش في الموضوع الشيق كثير، تعي عارفين هيك عن نفسك أكثر. أول شيء أنا سعيدة جدا لتواجدي في حلقة اليوم، إن شاء الله تكون حلقة مصرية وافرة ومفيدة ومليئة بالمعلومات القيمة. بداية حابة أني أعرف عن نفسي مهنيا وشخصيا لتقريب التواصل مع المشاهدين الكرام. مهنيا مثل ما تفضلتي، أنا مدققة حسابات ومستشارة مالية، لدي مكتب حسابات في مدينة الطيبة يقدم خدمات مالية واستشارية لأصحاب المصالح والشركات، كما لدينا قسم خاص بالعمال والموظفين، لدي طاقم مهني متخصص في مجال الاسترجاع الضريبي وكل ما يخص حول مستحقات العمال والموظفين في المجتمع العربي في إسرائيل. حلو كثير. هذا مهنيا. شخصيا أنا ابنة مدينة الطيبة، عمري 34 سنة، أم لثلاثة أبناء رائعين ومتزوجة، أم لثلاثة أولاد رائعين. طبعا غير مشاريعنا العلمية والتجارية، أبنائنا هم مشروعنا الأفضل والأنجح بإذن الله. صحيح صحيح، وإن شاء الله هيك نعرف نوصل لهم هاي المعلومات الدقيقة اللي مثل ما ذكرت وقلت إنه إحنا للأسف ولا تعلمناها وبعلموهاش بالمدارس. صحيح. وإجا الوقت إنه إحنا نكون في إدراك تام على هذا الموضوع، أولاً لنعرف إحنا هيك ندير أمورنا المالية والاقتصادية بشكل أحسن، وبالمقابل كمان عشان نقدر نوصل لهاي المعلومات الأساسية بهذا العالم لأبنائنا، ونعرف هيك نكبرهم على أسس اللي هي مختلفة، اللي تعال نقولها كبن أغواص إحنا للأسف ما كبرنا عليها وما علمونا إياها، وصلنا لوضع إنه لازم إحنا نتعلمها بشكل خاص. فتعال هيك نبلش نتحدث في تعمق أكثر على التطورات اللي صارت بالسنوات الأخيرة، تعال نقول من ناحية اقتصادية ومالية اللي صارت بالعالم، اللي غيرت كثير مفاهيم، فهيك نتطرق إلها ونتحدث عنها بشكل متوسع. صحيح جدا عزيزتي عارين، عام 2022 كان عام حافل بالحوادث والظواهر والتطورات اللي صارت على مدار عالمي. ابتدأ هذا العام في بواقي من جائحة كورونا، بعدها صار حوادث اللي هي أهم وأخذت حيز أكثر واهتمام أكبر في العالم، أكثر من أنه يكون فيروس اللي بدأنا نتعايش معه، فتلاشى مع الوقت وجاء الأحداث اللي هي أهم من هيك. مثلا نذكر الغزو الروسي على أوكرانيا اللي أدى لغلاء في المعيشة، أسعار البنزين وصلت لدرجات اللي ما كانت موجودة من سنين. أكثر من هيك كمان بعدها أجا القانون اللي يقلل في استخدام النقدي أو حوك تمتوم شموش بميزومان، طبعا معذرة رح أتعامل أحيانا بالمصطلحات كمان في العبري وكمان في العربي، لأنه في من مجتمعنا العربي كثير بعرف المصطلحات في اللغة العبرية، فرح أستخدم اللغتين في عدة مصطلحات في هذه الحلقة. كان هذا القانون منذ 3 سنين حددوا لحد 11,000 شيكل تقريبا ممكن انه نستخدم النقدي الميزومان في اي صفقة مع مصلحة تجارية،
ولكن ابتداء من شهر 8 2022 السنة اللي احنا فيها موجودين شددوا تشديد إضافي لحد 6000 شيكل ممكن انه تستخدم النقدي عشان تشتري اي منتج انت بدك اياه او خدمه من مصلحه تجاريه. طبعا هذا القانون جاء لمحاربه السوق السوداء وتبييض الاموال وما الى ذلك. هذا القانون كثير اثر على اصحاب المصالح التجاريه والافراد ايضا. حلو، ما عندي سؤال لو سمحتي، هذا القانون هو موجود بس تنقل عنه بدولة إسرائيل؟ إيه للأسف إنه هو أكثر بلش في دولة إسرائيل، لأنه إحنا عنا كثير في فروقات، يعني في عنا كثير المجتمع الإسرائيلي مكون من عدة طوائف ودائما عنا في تفاوت من الناحية المالية، فصار كثير أفراد ومجتمعات يلجأوا للطرق الغير قانونية بجلب الأموال، فعشان هيك هذا القانون بلش إنه يعطي أكثر منحة في عنا بإسرائيل. حلو، وبالمقابل بالعالم إحنا شفنا هذا التغيير عم بيصير كمان بأنه ممكن يدفعوا بعملة إلكترونية أو بأمور اللي هي مختلفة غير أنه نقدي، فهذا إشي، هذا الإشي كمان ممكن يكون ناتج عن التغيير اللي صار من ناحية اقتصادية ومالية بالعالم. بالضبط، كمان في هنا ظاهرة اللي هي أكبر اللي هي أثرت على كل هاي الأشياء، هي أنا بقول عنها هي كانت الظاهرة الأساسية في عام 2022 اللي هي التضخم المالي. كثير إحنا بنسمع بالأخبار، نسمع في وسائل الإعلام، منصات التواصل الاجتماعي، كثير بنادوا التضخم المالي، استثمروا في الذهب ضد التضخم. كثير في شو معنى التضخم المالي، نشرح لأعزائنا المشاهدين ما هو التضخم المالي والعالم اللي قاعد بصير. التضخم المالي هو ارتفاع بأسعار السلع والبضاعة والخدمات الأساسية مثل الأكل، الشرب، الوقود، البنزين، كل هاي الأمور الأساسية صار في ارتفاع وغلاء معيشة، تكلفة معيشة كثير كبيرة بالفترة الأخيرة. بسنة 2021 السنة اللي فاتت كان مستوى التضخم تقريبا 5%، هاي السنة احنا بال 2022 الضعف 8%، يعني 8.5% تقريبا، هذا اشي اللي ما كان منذ عقود. من المتوقع في سنة 2023 اللي احنا ان شاء الله مبلشين فيها قريبا التضخم رايح يكل شوي، ولكن حتى الآن هو وصل درجات اللي هي كبرى، وهذا يدل على خطر لأزمة مالية كبيرة في المستقبل القريب. في المستقبل القريب، اما بعد مرة انا بيجي بسألك انه هامش بس في دولة اسرائيل الا بكل العالم، يعني احنا صحيح. لما نيجي نتكلم على مستوى عالمي صحيح، لما احنا بدنا نيجي نطلع على التغييرات هاي اللي بتصير، اول شيء بدنا نطلع هيك على الصوره الكامله اللي عم تصير في التغييرات بالعالم، ومنها احنا رح ناخذ الصوره اللي هي الصغيره تنقول اللي هي بتخصنا احنا وين احنا عايشين او كل شيء هو عايش. احنا عايشين بدول اللي هي متاثره بالامور العالميه. احنا ما عايشين في قوقعه اللي مش اللي ما تتاثر بالاشياء. لما يكون في غزو روسي على اوكرانيا مثلا ويرتفع اسعار الوقود، كلنا لاحظنا هذا صحيح. يعني في غضون شهر الناس بطلت انها تستوعب كداش الاشي قاعد بيعلى وبيزيد. التضخم العالمي، غلاء المعيشة، تعال نكون اليوم واقعيين، المي غليت، الكهرباء غليت، اسعار الاكل، الشرب، كل شيء عم يغلى وبعد عم يغلى. فعلا كل شيء احنا تقريبا بندفع اكثر ب 30% من السنوات الماضية من كل شيء، يعني الاشي وصل درجات جدا كبيرة. طب المقابل هذا الارتفاع اوكي موجود، كلنا عم نشعره، كلنا عم نشعره كمان من ناحية الدفع اللي عم ندفع او المدخولات بالمقابل للأشياء اللي بنشتريها، اما هذا التغيير اللي عم بيصير بشكل مباشر بيأثر على العائلات. صحيح. على الافراد. صحيح. وكمان على اصحاب المصالح. فتعال احنا هيك نحكي نوسع او نبسط الامور في طريقه احسن. اولا كل هذه الظواهر والتطورات اللي صارت في عام 2022 والسنوات طبعا اللي ماضيه اللي هيئت لهذا الامر اثرت على المجتمع بشكل كبير. اول شيء تعالي تنقسم المجتمع عارين لقسمين، شريحه العمال والموظفين اللي هي تقريبا الشريحة الكبرى في المجتمع العربي في إسرائيل، والشريحة الثانية اللي هي أصحاب المصالح والشركات. كيف الإشي أثر على العمال والموظفين؟ مثل ما قلنا إحنا الآن مضطرين ندفع من كل إشي أكثر ب30%، كل إشي زاد سعره، هذا صار عنا أمر واقع. ولكن الدخل للعامل للأسف الشديد ما تغير. لحد الآن العامل والموظف عنده حد أدنى للأجر 29 وإشي تقريبا شكل في الساعة، والعامل والموظف
في عنده ال 24 ساعة هاي اللي باليوم، هو بيبيع وقته وبيشتغل وبقبض على الساعة، فما في عنده أكثر يقدر إنه يجيب أكثر دخل لأنه هو محدود. فهم بيلجأوا لأمرين هاي الفئة من المجتمع، فئة العمال الموظفين، يا إما إنهم يجيبوا مصاري بطرق غير قانونية للأسف، أو إنهم يجيبوا عن طريق شغل إضافي. شو يعني شغل إضافي؟ أنا في عندي عملي اللي هو بيعطيني بشكل عام، ولكن في عندي أيضا بقدر إنه أعمل، شفنا كثير إيش لحيم اللي هم بيعطوا خدمات التوصيل في ساعات المساء، أو البيع عن طريق الإنترنت. في كثير أمور اللي هم اضطر العامل إنه يوصل لهاي الأمور عشان يقدر يعيش ويواجه هذا التحدي في غلاء المعيشة. في كمان شغل للأسف إنهم توجهوا كثير للقروض البنكية أو حوتس بنكائية، وإذا هذا الإشي بيستمر فأنا أتوقع أزمة جدا كبيرة رايحة تكون في المستقبل القريب. فإحنا بنناشد طبعا الحكومات وذوي الشأن إنه يكون في موازنة هون بين دخل الموظف والعامل وبين كل هاي الغلاء والارتفاعات في الأسعار اللي قاعدة بتصير. حلو، يعني إذا من نلخص، العامل أو الموظف وصل لوضع إنه بده عنده مدخول معين في الغلاء في المعيشة، وصل لوضع إنه بده يروح يشتغل عمل إضافي، يا إنه يجيب مدخول إضافي في طريقة اللي هي غير قانونية للأسف، أو إنه راح يأخذ قروض من البنك اللي هي بتأثر بشكل مباشر كمان عليه، كمان على الحالة الاقتصادية والمالية اللي موجودة عنده بالبيت أو بالبنك. صحيح. وبالمقابل هي بتأثر على الحياة بشكل عام، يعني على الحياة كمان من ناحية البنك وكمان من ناحية الحياة الشخصية. 100%. هسا إذا انتقلنا، هاي بالنسبة للعمال والموظفين، إذا انتقلنا للشريحة الثانية في المجتمع اللي هم أصحاب المصالح التجارية المستقلين والشركات، التحدي الأول اللي واجهوه في ظل كل هاي التطورات والأشياء اللي قاعدة بتصير في السنوات الأخيرة هو إعلاء الأسعار. هم اضطروا إنهم يعلوا البضاعة أو الخدمات اللي هم بيقدموها. ليش؟ لأنه بالمقابل التكلفة صارت إلهم عالية وبدهم يلاحقوا مواكبة العصر. ولكن للأسف أصحاب مصالح صغيرة ومتوسطة عندنا في المجتمع العربي في إسرائيل عندهم منافسة كبيرة عقبال الشركات الكبيرة اللي موجودة في السوق، فهون هم اضطروا إنهم يغلوا في الأسعار، وللأسف يمكن إنهم يخسروا من زباين المصلحة التجارية اللي لهم. ليش؟ لأنه ما بيقدروا إنهم ينافسوا كبرى الشركات الموجودة، فهم هون موجودين بين مطرقة وسندان، هل إني أغلي أو إني أخلي السعر كما هو، لكن أنا راح أخسر في الآخر. هذا التحدي الأول. التحدي الثاني اللي موجودين في أصحاب المصالح والشركات إنهم يوفروا وسائل الدفع الإلكترونية للمستهلكين والزبائن. ليش؟ بسبب قانون تقليل الدفع بالنقدي اللي صار في هذا العام. ولكن في هون عندنا فئة كبيرة من الزبائن اللي لسه ما تقبلت هذا القانون اللي له بس يمكن 4 أشهر، فيمكن يجيك زبون يقول أنا بدي أدفع نقدي حتى لو كانت الصفقة أكثر من 6000 شيكل. هون صاحب المصلحة مش عارف هو يمشي بطريقة قانونية ويدفع كيف مطلوب منه الدفع، او انه وهيك يمكن الزبون يروح يعني بما معناه، او انه يتماشى مع طلب الزبون، ساعتها هو بيعرض نفسه للخطر. ولكن احنا بنحكي هون طبعا عن اصحاب المحلات اللي بشكل عام بيبيعوا اشياء اللي هي غاليه، مثلا اصحاب محلات الادوات الكهربائيه، محلات الاثاث، مواد البناء، هاي محلات الذهب، هاي محلات اللي بتبيع خدمات منتجات اللي هي غاليه نوعيه نسبه. ولما انت تيجي تطلبي من الزبون انه قانونيا انا ما بقدر اخذ منك اكثر من 6000 شيكل نقدي، فهون في كثير رايح يكون اختلاف في الاراء مع المستهلكين. وايضا لازم هم كمان يوفروا كل وسائل الدفع الالكترونيه المتوفره اليوم، مثل البيت، مثل بطاقات الاعتماد، الحوالات البنكيه، كل هاي الامور لانها اجت بديل عن الدفع النقدي. حلو. اما بالمقابل في كثير مثل ما ذكرت في كثير اشخاص اللي هنا بعدهم ولا تقبلوا هاي الفكره انه ما بيقدروا يدفعوا اكثر من مبلغ معين. صحيح. من ناحيه نقديه. اما بالمقابل في شريحه كبيره اللي هنا تعال نقول الكبار بالسن اللي
كمان فكريا هن ما عارفين كيف ممكن يعملوا هاي الامكانيات من ناحيه عمليه، مش من بس من ناحيه انه فكريه واذا بفكروا هيك ولا ما بفكروا هيك، لا من ناحيه فعليه هن صعب عليهم يتقبلوا هذا الشيء. فهذا الشيء كثير اثر عليهم وكثير بياثر على لا نقول شريحه كبيره من المجتمع اللي هي بجيل كبير اللي ما عندهم بطاقات اعتماد او ما عندهم امكانيه ليدفعوا مشكل اللي هو كيف القانون، اما بالمقابل هن انه مش عارفين كيف بدهم يتعاملوا مع الشيء. فشو انت بتحدثينا اكثر عن هذا النقطه؟ صراحه الفئه الاكثر تضررا عندنا في المجتمع بسبب كل هذه التطورات هو الجيل الذهبي. للاسف الشديد ابائنا وامهاتنا اللي انولدوا من سنوات الأربعين لحد اليوم كثير صار عندهم تغييرات بسبب هذا الإشي اللي قاعد بيصير، تحولنا للعالم الرقمي، تحولنا للوسائل الالكترونيه. يعني عن جد عارين أنا كثير بتضايق إذا شفت حدا من أبائنا وأمهاتنا واقف على باب البنك، البنك مصفوف في الآلات. اليوم البنوك طبعا لا حكت ركب العصر، استغنوا تقريبا معظم البنوك استغنت عن الموارد البشرية وعمال الصناديق وأصبحوا فقط عن طريق الآلات ممكن معاملة كل الملفات البنكية. فلما تشوفي حدا من أبائنا وأمهاتنا في هذا الجيل الكبير مش عارف إنه يتمشى في كل هاي الأمور المعقدة اللي هي قدامه، فعن جد أنت بتضايق على شانه، وجدا جدا جدا هذا بيأثر ضرر لإلهم. في كمان فئة كبيرة من الجيل الذهبي من أبائنا وأمهاتنا اللي كمان لسه ما تقبلوا الهاتف المحمول اللي حل محل كل هاي الجلسات العائلية والاجتماعية. إحنا واجبنا كجيل، جيل الشباب، جيل عصر 21، القرن 21، إنه نقدم لهم الدعم الكافي والمساعدة للجيل الذهبي إنهم يقدروا يتمشوا مع كل هذا العصر وكل هاي التطورات اللي صارت اللي هم مش قادرين إنهم يستوعبوها، لأنه للأسف الشديد هم مش ذنبهم إنهم هم يعاشوا بعصرين مختلفين تماماً. صحيح. وبهيك بهاي النقطة أنا بدي وجه رسالة لجميع مشاهدينا اللي هن تنقل بجيل صغير اللي فيها احنا ما ننضغط انه تنقل الجيل الذهبي ابائنا وامهاتنا ما عم يستوعبوا او عم يفهموا الاشياء اللي احنا عم نشرح لهم اياها، لانه هنا عايشوا بعالم واحنا بعالم ثاني والعالم تبعنا مختلف عن العالم تبعهم، اما بالمقابل هنا ولا عايشوا هذا التغيير الالكتروني اللي عم بيصير. فلما احنا ما نجي نشرح لهم مش مهم قديش احنا منبسط الامور، بالاخر في نسبه معينه من الامور اللي صعب يستوعبوها او صعب يتقبلوها من ناحيه شرح ومن ناحيه تغييرات. فناخذ نفس عميق ونفهم انه اوكي هذا التغيير عم بيصير، هذا موجود، احنا بنجرب نعمل الشو اللي علينا، نرفع الوعي عندهم، اما بالمقابل ما ننسى انه بالاخر هن عاشوا او عايشين بعالم غير عالمنا، كبروا بعالم غير عالمنا، وبالاخر من المفروض انه احنا نيجي هيك نقلل من الفجوات اللي موجودة بيننا بين عالمنا وعالمهم. فهيك نقطة صغيرة حبيت اوضحها كثير. اما بالمقابل لما احنا بنرجع نسأل على العالم الالكتروني، يعني اليوم تمام قسموا او حددوا الدفع بالنقدي، اما بالمقابل فتح هذا العالم الالكتروني. العالم الالكتروني فيه له ايجابيات وفيه له سلبيات. على الأغلب ممكن ننقد قسم الأشخاص لأراء سلبية. صحيح. وإيجابية. أما كيف إحنا ممكن أو كيف أنت كأسماء ممكن تيجي تسلط الضوء على هاي النقطة، تحلليها أكثر وتقول لنا أوكي في 1 2 3 تعال نعرف هاي الأمور ونتمشى معها. صحيح. طلعي أخت عارين، أولاً بالنسبة للعالم الرقمي والعالم الإلكتروني اللي أنت بتحكي عنه اللي هو في المصطلح العبري بيقولوله اليوم في وسائل الإعلام عيدانها ديجيتال. العالم الرقمي والإلكتروني اليوم صار كل حياتنا تتمحور حول العالم الإلكتروني. أنا اليوم لما بدي أوقع على تصريح طبي لابني ثانوي في المدرسة في الماضي كنا ناخذ ورقة مطبوعة. صحيح. من المدرسة نوقعها. اليوم لا، المعلمة بتبعث لي التقرير الصحي السنوي امضي عليه وقعي فيه ديجيتالي. موافقة الرحلة حتى لبنتي في المدرسة أنا اليوم كمان مضطرة إني أوقعها بشكل رقمي. اليوم نادرا ما تشوفي أولاد بيلعبوا بالحارة أو بالشارع أو يمكن تلاقيهم يلعبوا في حديقة. لا، جيل اليوم، جيل الصغير اليوم منبهر جدا في العالم الافتراضي وبما يسمى الجيمينج وبالعالم الرقمي. هذا جيل المستقبل طبعا. فكل هاي الأمور اليوم هيئتنا
واعطتنا انه نعيش في هذه الحقيقه انه احنا كل حياتنا تتمحور حول العالم الرقمي. حتى اليوم اصحاب المصالح التجاريه انجع لهم وافضل انهم هم ياخذوا حيز ومكان في التسوق عن طريق الانترنت ويكون لهم اسم في منصات التواصل الاجتماعي، يمكن انجع لهم من انه يستثمر اموال في شالت او لافتة في الشارع عشان يستهدف جمهور هدف. صحيح. اما بالمقابل ما احنا بنيجي بنحكي من ناحية اقتصادية على هذا التغيير الالكتروني اللي صار اليوم، انك تيجي تستعملي رابط او تستعملي اي اشي اللي ممكن يكون هو الكتروني، مش مثل ما انه تشعري المصاري او النقدة بايدك وتروحي تدفعيها، او كل الشراء عن طريق الانترنت. صحيح. أنا هو كثير كبير. صحيح. بدي اترك له كمان، اليوم المستهلك صار في عنده عقليه ثانيه تماما، صار يتصرف بطريقه مش مثل الطريقه اللي كان يتصرف فيها قبل يمكن سنتين ثلاث او قبل جائحه الكورونا. اتعود الناس كل شيء يعملوه عن بعد، كل شيء يعملوه من البيت، فصار المستهلك عنده هاي العقليه انه انا مريح لي اكثر اذا في مواقع في الانترنت بتعطيني المنتج مصور بدقة عالية من كل الجهات. إذا بتنتبه اليوم في مواقع الشراء مثل أمازون، مثل مواقع الشراء مثل الشيئان، الألي إكسبرس، كل هاي الأمور، وحتى اليوم الشركات الكبرى صارت تنتهج هذا النهج وتعمل مواقع في الإنترنت للبيع والشراء بهاي الطريقة. لما المستهلك بيشوف المنتج اللي بده اياه مصور بدقه عاليه، وصف كامل له، كل مقاساته وقياساته موجودات، فمريح اكثر له انه يشتري يوصله بخدمه توصيل لباب البيت بدل من انه يتفتل ويروح ويشوف ويلمس. وطبعا احنا هسه بعصر السرعه، الناس كلها في صراع، الكل بيشتغل، ما عندي وقت اني اروح واشوف واتفرج. فالمستهلك صارت عنده هاي العقليه، وحقيقه يعني الاشي غريب، المعظم صار هيك. فهنا اذا بتنتبهي صار نهج حياه، المصالح التجاريه بدت انها تروح لهذا الاتجاه. اليوم الشركات الكبرى حتى اذا بتنتبه مثلا شركه فوكس للملابس، مش ناقصها هي انها تيجي تزيد من مبيعاتها عن طريق الانترنت لانه في لها هي الحيز في السوق، ولكن جانب الدكاكين الموجوده في الشوارع والكنيونات بنلاقي في موقع في الانترنت ودكان في الانترنت لفوكس نقدر نشتري فيه. ليش؟ لأنه كل هاي الشركات والمصالح التجارية بدهم يتوجهوا لجمهور هدف، مش كليل ولا صغير، بدهم هم يتوجهوا له اللي هم الناس اللي تعودوا إنهم يشتروا عن طريق الإنترنت. هسا أنت توجهتي لي كمان بالنسبة للفرق بين إني أدفع بنقدي ملموس وبين إنه كلياته اليوم عن طريق الإلكتروني ورقمي. للأسف الإشي صار أخذه عطاء مبادلة، يعني مثل ما أنا قاعدة بدفع أنا بوصلني الدخل كمان بالبنك بشوفوش. فإحنا هسا بعصر جديد، ثورة جديدة في هذا المجال، اللي إحنا اليوم بنتعامل بورق، بنتعامل في أرقام، وما بنتعامل في إشي ملموس مثل كده. إشي ملموس. صحيح. هذا اختلاف كثير كبير، اختلاف لدرجة إنه إحنا عم بهيك خلينا ما نشعر كيف الأشياء عم تمشي من تحت إيدينا، أو إنه ما ننتبه لها أدق التفاصيل اللي كنا قبل ننتبه لها وإسا ما بننتبه لها. هذا التغيير كثير عم بيأثر علينا من ناحية فكرية، من ناحية إنه من ناحية اقتصادية، وكمان من ناحية اجتماعية نقول، أو كيف إحنا منوصل هاي الفكرة لأبنائنا لجيل اللي جاي ورانا، وبالمقابل كمان كيف إحنا منوصل لوضع إنه نتقبل هذا الاختلاف. قد طبعا بياخذ لنا وقت عشان نتقبله. فمن هاي النقطة إحنا رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ومن بعدها رح نرجع. يسعد اوقاتكم مجاهدين مجددا، عدنا لنكمل حلقتنا لليوم. حلقتنا اليوم متخصصة بموضوع التغييرات الاقتصادية والمالية اللي صارت بالعالم، تعال نقول بالسنة الأخيرة، وبعنا عم نشعر فيها،
وغلاء المعيشة. وقبل الفصل تحدثنا أو تنقل رفعنا الوعي أكثر على الأمور الجديدة اللي صارت، على كيف هذا الإشي عم بيأثر علينا بشكل عام، على أصحاب المصالح، بالمقابل كمان على الجيل الذهبي اللي للأسف هو ما عارف كيف بده يتقبل هذا التغيير اللي عم بيصير، لأنه هو ما عاش في هذا العالم، أو صعب عليه هيك يعمل التغيير بفكره. إسا إجا الوقت إنه نحكي على إشي كثير مهم اللي هو إيش مصدر هذا التغيير اللي صار، وهذا سؤالي بدي وجهه لضيفتنا. فإيش المصدر اللي صار للتغيير المالي أو الاقتصادي اللي صار بالعالم؟ عزيزتي عارين، كل هاي الظواهر والأحداث اللي صارت في الأعوام الماضية الأخيرة كان لإلها المميز اللي هو العصر اللي إحنا عايشين فيه. العصر اللي إحنا عايشين فيه يتميز في ثلاث أمور: هو عصر السرعة، عصر التقدم والتطور، عصر المنافسة والتحديات. تعالت نشرح أكثر شو هاي الأمور اللي ميزت هذا العصر وأدت لكل هاي الظواهر إنها تكون موجودة في عامنا هذا. أولاً عصر السرعة، وافقين الرأي إنه كل خبر لا يتعدى الأسبوع ويجي بداله ظاهرة جديدة بتنسينا الخبر الأول، صحيح؟ أكيد، أسبوع يعني هي كثير كمان بالضبط. يعني ما بنلحق إحنا نسمع بخبر معين، بيجي بعدها خبر يأخذ حيز واهتمام أكثر منه، والإشي سريع جداً. كديش العقل البشري ممكن إنه يستوعب كل هاي الأمور؟ شغلة ثانية، كمان الشغلة ثانية وسائل الاتصال السريعة. يعني اليوم الشخص مش مستعد انه ياخذ اخذ وعطاء في مكالمة هاتفية مع الطرف الاخر، بيعمل رسالة صوتية او رسالة كتابية والطرف الاخر بتقبلها بوقت فراغه وبيرد عليه. مجموعات الواتساب اللي كفت ووفت عن الاجتماعات العائلية، اليوم الكل مستعجل، الكل بده الحياة بسرعة. كمان هذا الشيء تنقل بصلة الضوء اكثر على كلمة ما عندي وقت. بالضبط، ما عندي وقت. كمان سرعة انتشار الخبر، يعني اليوم الخبر ممكن انه ينتشر بين المئات الالاف والملايين من البشر في غضون دقائق بعد منصات التواصل الاجتماعي والاعلام اللي احنا موجودين فيه. سرعة الزمن، يعني اليوم قيمة الساعة مش مثل ما كانت قبل 10 سنوات. هذا هو زمن السرعة وعصر السرعة اللي احنا عايشين فيه، عصر التقدم والتطور. قديما كان كل اشي يتسم بالبساطة والحيوية والعفوية، اليوم كل إشي هي الأشياء أكثر تعقيداً، بدها تلزم إلها ذكاء وعقل أكثر متطور ليقدر يتقبل كل هاي الحقائق. كمان العصر هذا اللي يتسم أيضاً بعصر المنافسة والتحديات. بما إنه إحنا اتعودنا إنه نتقبل كل هذا التطور وكل هاي التغييرات، فأصبح طموحنا أكبر من إنه يكون عندي دخل أو رزق اللي أعيش منه. لا، أنا بدي أوصل لأهدافي، بدي أعمل إنجازات أكبر، بدي أحصل على مكاني أعلى، وهذا الإشي خلق روح منافسة كبيرة بين الأفراد والمجتمع. كل هاي الأمور هي اللي أدت لظهور كل هاي الظواهر. كل يوم إحنا بنشوف أشياء جديدة، بنشوف إصدارات، كل يوم بتشوفي كتاب جديد أصدر، فيلم جديد أصدر، الأشياء بتصدر حتى بطريقة جدا جدا سريعة. هذا هو العصر اللي إحنا موجودين فيه. لهيك هذا العام كان فيه كثير تطورات وأحداث، والعام اللي إحنا إن شاء الله مقبلين عليه أتوقع له أحداث وظواهر ومفاجآت جدا سريعة أكبر بكثير. تعال نسأل إنه صح إحنا استفهمنا أكثر التغييرات أو مصدر التغييرات اللي صار واللي أثر على الحالة المالية والاقتصادية، أما بالمقابل شو دور الفرد أو الأسرة داخل هذا التغيير الكبير اللي عم بيصير؟ اللي بالمقابل إنه مثل ما قلنا، لحظة إحنا منقول إنه ما عندنا وقت، ما بدنا إنه نركض وراء أهدافنا، أما بالمقابل إنه شو دورنا، وين إحنا رايحين؟ صحيح، صحيح عارين. أولاً دور الفرد والأسرة في المجتمع هو الدور الأساسي في كل ما يخص الحالة المالية والحالة الاقتصادية إحنا المتواجدين فيها. ليش؟ إحنا عنا طموحات كبيرة، عنا أهداف كبيرة اللي إحنا نتوصلها. كيف هاي الأشياء اللي إحنا بدنا إياها بدها تصير؟ كيف أنا بدي أحصل على الحياة أكثر عصرية، على وسائل الراحة جميعها، إني أكون في مكاني أعلى؟ طبعاً هذا الإشي يتطلب المال والوقت، فلازم أنا يكون عندي إدارة جيدة للمال والوقت. والحالة المالية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية للأفراد وفي العائلات. كيف أنا بنقل الوعي المالي لعائلتي، لأبنائي كفرد في الأسرة؟ كيف أنا بنقل هاي الأمور؟ هل أنا بحتفل بما لدي؟ هل أعيش الوفرة
في عائلتي، في مجتمعي؟ هل أعيش الوفرة أم أنه أنا دائما أشعر في نقص؟ كيف أنا بنقل هذا الوعي المالي ووضع المالي لأبنائي؟ هل أني أنا بنقلهم أنه العالم مليء بالإمكانيات والفرص ودائما في هناك المزيد، ولا ببثلهم نداء استغاثة أنه المستقبل القريب إحنا مش عارفين شو موجود فيه؟ هل أعلم أبنائي الآيات الكريمة من القرآن الكريم اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذا لرزقنا ما له من نفاد، والآية الكريمة اللي بتقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها إلى حين، صدق الله العظيم. هل أنا بعلمهم هاي القيم أم إني دائما في توترات وفي دائما مشاكل في العائلة وخوف وتوتر وقلق دائما بسبب هذه الحالة المالية؟ أنا في عندي مقولة شخصية أنا أطلعتها بنفسي، بقول ارضى بالموجود يتحقق لك المنشود. المنشود هو المرغوب اللي أنا برغب فيه. إذا أنا مبسوطة ومستكفية بالإشي اللي أنا موجود عندي already، أنا ربنا أعطاني إشي أنا مبسوطة فيه، رايح يتحقق للإشي اللي أنا برغب له عاجلا أم آجلا. فهذا الإشي المفروض الفرد والمجتمع ينقلوه للجيل الآخر وينقلوه للعائلات. هذا طبعا الدور من الناحية العاطفية والنفسية، لكن يوجد أيضا دور عملي لهذه الأمور كلها. كيف أنا بدير أمور المالية؟ للأسف الشديد معظم الناس ما بتحب الأرقام، ما بتحب وما بتحب تطلع على حساب هالبنك وبس تقولي لها مصاري 100%. ما بتحب الأرقام، تكره النسب المئوية، بتكره طبعا هذا لا ينطبق علي أنا نسبة لوضع عملي، أنا أعيش مع الأرقام صحيح. ولكن هذا هو الحقيقة. فمعظم الناس بتعامل مع الأمور المالية بغموض، قمع، أنا ما بدي أفتح المجال هذا، ما بدنا نخوض فيه، وكأنه في مستحى حوالي هذا الموضوع 100%. ومش بس هيك، كيف بنسمعها إحنا دائما، يلا خليها كيف ما تيجي كيف ما بدها تيجي. ولكن للأسف الشديد هذا التصرف يؤدي لأزمة اقتصادية ومشاكل اقتصادية أكبر من هيك. لا، أنا لازم أطرح الموضوع، أنا لازم يكون عندي علم شو الدخل اللي أنا بفوته، شو هي النفقات والمصروفات اللي أنا بدفعها، سجل أكتب دائما، لأنه إحنا منحب ما بنحب نكتب، ما بنحب الأشياء اللي هي بتعرف الأوراق والأشياء المملة مثل هيك، ولكن احيانا لازم ناخذ زمام المبادره والمسؤوليه. اكتب شو انا فوتت، شو امكانياتي في الدخل، وبالمقابل شو الاشياء اللي بدفعها، النفقات، اوازن بين الامور حسب الميزانيه المتاحه عندي في العائله. واذا كان عندي نقص او كماليات اللي لازم استغني عنها بستغني عنها. هذا هو دورنا العملي ايضا كفرد واسره في المجتمع. حلو، بدي هيك اعقب اذا سمحتي على النقطه اللي حكيتيها من على الفرد او محل المكان الفرد في هذا التغيير من ناحيه نفسيه. اذا احنا سلطنا ضوء على شو ما عندنا النقص، الاشي اللي ما بعده متوفر لنا، فهذا الاشي رح يزيد. اما بالمقابل انا متاكده 100% انه الله سبحانه وتعالى انعم على كل البشر باشياء اللي هي مش دائما بتكون ماديه، مش دائما بتكون مال. صحيح، انعم علينا في الصحه، انعم علينا في العقل، انعم علينا بانه نشوف في امور ثانيه اللي بس نسلط الضوء عليها احنا بشكل مباشر بنحس في انه في وفره في هاي المكان اللي احنا موجودين في نعيم، في امور اللي هو ممكن تعطينا هيك الاحساس في الاطمئنان. اما بالمقابل احنا للاسف ما بنعمل هذا الشيء. هذا الشيء بينعكس بشكل مباشر على حسابنا بالبنك، على المصاري، على لما بدنا نجي ناخذ ورقه او بدنا نروح ندفع ورقه، الشعور بيكون انه ليه دائما كله دفع دفع صحيح. دفع هاي بنركز على هاي الامور فبتكثر عنا. صحيح، فلما بتكثر هاي الامور للاسف ساعتها بدها الحالة النفسية والحالة الاقتصادية تتأثر أكثر وأكثر. صحيح. من هاي النقطة أنا هيك بدنا نتوجه للمصطلحات اللي الشائعة والجديدة ممكن نقول اللي إحنا من المفروض نعرفها
مع استقبال السنة الجديدة إن شاء الله. إن شاء الله. في عام 2022 في كان مصطلحات إلها دوي وصوت كبير كثير سمعناها سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأخبار. طبعا المصطلح اللي شرحت في بداية الحلقة عنه اللي هو التضخم المالي مهم جدا. أنا شرحت شو يعني التضخم المالي، مهم جدا نعرف عن التضخم المالي وغلاء المعيشة وغلاء الأسعار، هذا أول مصطلح. المصطلح الثاني اللي هو مهم جدا هو البنوك الرقمية، بنك ديجيتالي. اليوم من بعد ما البنوك أبعدت عن الموارد البشرية واستخدام عمال الصناديق واتجهت أكثر للعالم الرقمي، إذا بننتبه اليوم البنوك اللي إحنا عاهدناها بنك أبو عليم، لأومي، ديسكونت، كل البنوك اللي إحنا بنعرفهن اتجهت هسه للعالم الرقمي. كل المعاملات البنكية تتم عبر التطبيقات وعبر مواقع الإنترنت. فاليوم صار في طلب كبير لهي البنوك، صار في طلب لبنك اللي مش موجود جسديا ولكن موجود عبر تطبيق أو عبر موقع إنترنت أو خدمات هاتفية للزبائن. ففي طبعا البنك اللي عامل حملة تسويقية كبيرة في الدول اليوم اللي هو نزيرو. هذا بنك اللي هو بنك رقمي، بنك ديجيتالي، اللي هو بينادي بيقول أنا بنك اللي مش مثل البنوك اللي عهدتوها من قبل، أنا البنك اللي ما بأخذ منكم عمولات كبيرة، أنا بعطيكم أكثر فائدة على كل الأمور اللي في الاستثمار والادخار كل هاي الأمور. في كمان البنك اللي هو بيبر اللي له تقريبا 3 سنين. أنا أتوقع في السنة القادمة القريبة إن شاء الله رايحين نسمع كثير أسماء جديدة لبنوك رقمية كمان. لحظة، البنوك الرقمية في إلها إيجابيات وفي إلها تنقول هيك من أقواس سلبيات، صحيح؟ فتعن بسط الأمور هاي لكيف إحنا كأشخاص من المجتمع تنقول الشخص البسيط ممكن يستوعب هذا التغيير. يعني قبل كنا نروح نسحب المصاري، صحيح، ونشوف ما إسا وين المصاري رح تكون، صحيح، كيف رح ندخل المصاري لهناك، صحيح، يعني 100%. في هنا كمان كديش رايحة تكون درجة الثقة والأمان، صحيح، إني أنا أحط كل مستندات المالية، كل الأصول اللي عندي في بنك اللي أنا ما بعرفه، أنا ما بتعامل معه شخصيا حتى. في كمان أنا بتذكر في بنك عنا بإسرائيل، بنك مزراحي، أطلع السنة اللي مركت حملة تسويقية إنه تعال احكي مع موظف في البنك أفضل من إنك تحكي مع آلة، مع روبوت. ولكن أنا حسب ما أتوقع اللي خلانا إنه نتعامل مع كل هاي التغييرات ونندمج مع العالم الرقمي، قريبا رايح يكون طبيعي جدا إنه في بنوك رقمية ورايحين يحطوا فيها مئات الآلاف والملايين من الشواكل. يعني راح يكون هذا إشي عادي نتقبله، صحيح. أنا ده كل كمان ليش وهذا المصطلح الثاني اللي أنا راح أتطرق لإله، العملات الرقمية. عارين اليوم في صار كلنا طبعا بنسمع عن العملات الرقمية اللي قاعدين بيستثمروا فيها بالملايين مثل البيتكوين والإيثيريوم، كل هاي الأمور اللي بيستثمروهن. هذا أمر صدقا هو شوية شبه الغموض من ناحية الاستثمار، ولكن يوجد مستثمرين حقيقة هم يستثمروا في عملة اللي هي مش موجودة حقيقة، عملة اللي هي لا تشبه الدولار واليورو والشاكل اللي احنا بنعرفها، مش محسوسة مش ملموسة، ولكن تباع وتشترى فقط عن طريق الإنترنت مثل الأسهم. في كمان مصطلح كمان اخر اللي هو NFT. NFT هي زي صورة كرتونية لها ملكية خاصة، ملكية شخصية، بيشتروها اليوم، بيشتروها بمبلغ معين. هذه الصورة او الشكل او مقطع الفيديو بيوصل لكثير كثير كثير قدر كبير، ممكن انك تبيعه لفيلم، انهم يمثلوه في فيلم او بلعبة فيديو، هاي كمان استثمار. فأنا مش مستغربة بالنسبة للبنوك الرقمية، لأنه اللي وصلنا إنه في هذا العالم يستثمروا بعملات رقمية مثل هيك وبالNFT وكل هاي الأمور، ففي رايح يكون أشخاص وفئات اللي تتقبل هاي الأمور. حلو، من هاي النقطة إحنا هيك رح نتطرق للخطوات العملية اللي ممكن تكون أو ممكن الشخص يأخذها في سنة 2023 إن شاء الله، عشان هيك نقدر نتقدم ونكون في وفرة مالية أو إنه نكون أكثر في وعي زائد على هذا المجال اللي هو المجال الاقتصادي والمالي. اولا عارين بدي اقسم دورنا في المجتمع حسب كل انسان شو بيمثل دوره في المجتمع. نبدا بشريحه العمال والموظفين، كيف دورهم بيكون في نهايه كل سنه وباستقبال سنه جديده. مثل ما احنا بنعرف كل عامل وموظف بيوصلوا تقرير سنوي شو الراتب اللي اندفع له على مدار السنه من قبل المشغل. هذا التقرير يسمى عندنا
بتوفيس 106، كثير بسمعوا فيه العمال والموظفين. توفيس 106 سنوي، شو هذا التوفيس بيعطيه؟ هذا التوفيس بيعطيه كل إشي شو اندفع له خلال السنة وشو أخذ منه ضرائب. هذا التقرير مهم جدا للعامل والموظف إنه يأخذ حقه في الاسترجاع الضريبي فيه في نهاية السنة. صدقا الاسترجاع الضريبي آخر 6 سنوات ممكن إنه العامل والموظف إنه يأخذ استرجاع ضريبي لإله وحقه طبعا. في الأسابيع الماضية مكتبي شخصيا استرجع العمال وموظفين مئات الالاف من الشواكل، كمان اسبوعين بتنمحى هاي السنه لإلهم. تصور يعني الحق هذا في له مده صلاحيه، فمهم جدا لكل عامل وموظف يستقبل السنه نهايه السنه يكون عنده علم بهذا الامر. حلو، عنا احنا قلنا الموظفين والعمال بس هيك ما ظلش معنا كثير وقت، فاحنا ناخذ الشريحه الثانيه. الشريحه الثانيه هي طبعا اصحاب المصالح والشركات، بالنسبه لهم مهم جدا يعرفوا شو الربح الصافي السنوي والشهري اللي كان خلال السنه، كمان يكون لهم خطه تسويقيه وماليه للسنه الجديده مع كادر عمل اللي هو موجود عندهم وطاقم عمل يكون هو بوعي كامل شو المصلحه التجاريه تضطر الهب في السنوات. حلو، والشريحة الثالثة طبعا الأفراد والمجتمع. أنا بوجه لرسالتي لكل شخص وكل مشاهد، شو أنت دورك في نهاية السنة هاي واستقبال السنة الجديدة؟ حلو جدا أول إشي أنه أنا أعترف شو الأشياء اللي أنجزتها في هاي السنة، أكون بالأشياء الإيجابية. احنا بطبيعتنا كل سنه بتمرق في تغييرات للافضل لإلنا لانه هاي طبيعه الحياه، فمفضل انه احكي لنفسي شو الانجازات اللي كانت في هاي السنه لإلي، وبنفس الوقت اخطط للسنه الجديده. السنه الجديده انا شو رح يكون دخلي، شو هي امكانياتي، شو الكتب اللي انا بدي اقراها عشان اطور من مهاراتي، شو الاشي الجديد اللي بدي اتعلمه، وين بدي اسافر، وشو التواريخ اللي انا سافرها. حلو جدا انه يكون في مخطط لكل انسان. رسالتي ايضا لاعزائي المشاهدين بانه اولا انا يعني للكثير كل انسان وكل مشاهد حضر معنا الحلقه طبعا على طولها، بتشكر الجميع. انا انوي نيه جماعيه لنا جميعا انها تكون سنه 2022 اللي باقي لها اسبوعين وبتخلص ان شاء الله تكون سنه ملئه مليئه بالوفره والراحه وكل وسائل الراحة والسعادة بإذن الله. وأيضا ننوي نية جماعية لسنة جديدة تكون سنة جودة الحياة. شو يعني جودة الحياة؟ يعني أني أنا أعيش وفق لمقاييسي أنا، بعيدا عن المثالية المفرطة، بعيدا عن المظاهر الكذابة، بعيدا عن كل هاي الأمور. حلو. تكون لإلي سنة جودة حياة لإلي، لأنه في قيمة عليا إحنا نأمن فيها، ما خلقنا في هذه الحياة لنشقى. فإن شاء الله تكون سنة مليئة بالوفرة وكل خير بإذن الله لكم جميعا. يعني ان شاء الله. شكرا كثير كثير لك، دوام الصحه النجاح والوفره اهم شيء لنا جميعا باذن الله. باذن الله، وان شاء الله هيك سنه تكون سنه مثل ما انت بدك اياها تكون ان شاء الله لنا جميعا. ان شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا. وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، وبنهيها بنصيحه راح تحسن نمط حياتنا والحاله الاقتصاديه. والنصيحه بتقول: تعالوا نرفع الوعي لاستهلاكنا اليومي، مشترياتنا ومصاريفنا. فإنه نعمل حساب قبل المشترى هذا مش بخل. نتفكر إذا إحنا حقا بحاجة للغرض قبل الشراء هذا مش عيب. نلبس نفس القطعة، ناكل أكل بيتي ومش كل يوم بمطعم، ونعلم أولادنا التوفير للأحسن، هذا أمر بغاية الأهمية. لأنه بالنهاية العالم عم بمرق تغيير كبير اللي من المفروض إحنا كمان نغير استهلاكنا ونجدد تفكيرنا لنقدر نتعايش مع التغيير بأحسن طريقة ممكنة. بشكركم مشاهدينا على المتابعة. شكرا لطاقم برنامج منوعات هلا، وما تنسوا لقائنا الأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامجكم منوعات هلا، معي أنا عرين كمال دقسي. في أمان الله.